قلت له قبلتهم والشعب الفريق الوطني. انا ما سياسي ما والو، كان في الكره ولكن جاتني الغيره على البلاد، هو ان هذا السيد هذا الرساله اللي غادي نرسلها الى القاره كامل تيزنيت، لانه هذا القاره كامل تيزنيت اولا دلنا الرساله ديالو لانه ما كيشرفوش باش يكون عنده لاكارت ناسيونال. حتى حنا فرحانين ملي ما عندكش حتى لاكارت ناسيونال مغربيه، لانك ما تستاهلهاش. والشيطان في سبت انسان كتمس واحد الحاجه اللي ما تعنيكش، وانت الا الشيطان كيتسالى في الكره الارضيه. هذا القاسم من تيزنيت اللي كان مشي لي هذه الرساله، وتنقول ليه بعد من الشعب المغربي من طنجه للقويره، وعاز سيدنا والله يحفظ سيدنا، وحنا مستعدين باش نضحيو على ود سيدنا حتى يبقى فينا اخر عهد. ما كيعطينا حد، ما كنطلب حد، الا عطاني شي واحد شي حاجه ها وجهي انا. هذه كنديرها روح وطنيه والوطن وغير على الوطن. وهذا الكلب هذا اللي من القاتل اللي تيزني اكبر كلب في الدنيا، واكبر شيطان اللي كيتسال على وجه الكره. ماشي كان من عيال تيزنيت ولا تيزنيت، حاجه باش تكون من بلاد تيزنيت ومن البلادي، لان ما تشرفكش باش تكون بشر من تيزنيت، لان الناس ديال تيزنيت الناس الشرفاء، والناس ديال الجنوب واكادير والبلادير هما اللي سكان المغرب الاقدمون. حاشا باش تكون تم تيزنيت يا كلب. هذا الفيديو ديالو وما كتجيش حتى المغاربه اللي كيرسلوا هذا الفيديو في اليوتيوب ما كتجيهمش الغيره على البلاد، لان بلادنا انا ما كيعطيني حد، وكنبغي الكره ورياضي ما كنتمي لا حزب، ولكن حتى الغير على البلاد ملي كنسمع شي كلام خايب تتجيني الغيره. وعاش الملك وديما سيدنا، ومستعدين نضحيو على ود سيدنا. وانت يا قاصر تيزنيت اكبر كلب في الدنيا وفي العالم يا كلب. وكنشكروا الاخ ابراهيم مول المختبر ابراهيم لابو ابراهيم من مدينه الرباط اللي جاتو الغيره على الشلوح، تيقول لك هذا ماشي شلح منا، حاشا باش يكون شلح ولا بربالي ولا من تيزنيت. وعاش ولا تيزنيت، وعاش الشلوح، وعاش البلبل، وعاش اكادير، وعاش جنوب المغرب، وعاش شمال المغرب وشرق المغرب ومن طنجه للقويره.